وزي ما حضراتكم شايفين كده لو جينا ضغطنا على الكاميرا مستحيل الكاميرا هتشتغل يا جماعه زي ما موجوده قدام حضراتكم كده. ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد كمال وفيديو النهارده جاي احذركم من حاجه لازم كلنا ناخد بالنا منها. دلوقتي ممكن اي حد يشوفك من خلال الكاميرا بتاعه الموبايل دي وانت مش واخد بالك. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ممكن واحد يمسك الموبايل من غير ما تاخد بالك وينزل اي تطبيق من تطبيقات التجسس وبعد كده هيروح خاف التطبيق ويبدا يتحكم في الموبايل بالكامل ويشوف الكاميرا ويشغل الكاميرا من غير ما انت تكون واخد بالك تماما. عشان كده الميزه اللي انا هشرحها لحضراتكم النهارده دي لازم نفعلها دلوقتي ومستحيل اي حد هيقدر يفتح الكاميرا طالما انت مفعل الميزه دي. عشان كده لازم تكمل الفيديو معايا للاخر، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تنزل دلوقتي حالا وتحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه عشان كل جديد يوصلك لحد عندك. يلا بينا يلا بينا. كل اللي عليك انك هتخش على الاعدادات وبعد كده هتنزل تحت وتيجي عند حول الهاتف وتضغط عليها، وبعد كده تيجي عند معلومات البرنامج وتضغط عليها، وهتيجي عند رقم الاصدار هتضغط عليها 7 مرات لحد ما يقول لك تم تفعيل وضع المطور، وبعد كده هترجع وهتلاقي خيار المطور زي ما موجود قدام حضراتكم كده، هتضغط عليه وبعد كده هتنزل تحت، وبعد كده هتنزل تحت وهتيجي عند اطارات مطور الضبط السريع وهتضغط عليها زي ما موجود قدام حضراتكم كده، وهتيجي عند اخر واحده اللي هي سنسور اوف دي وهتفعلها زي ما موجوده قدام حضراتكم كده، وتلقائي هتلاقيها انضافت هنا زي ما موجوده قدام حضراتكم كده جنب الواي فاي. فلو فعلناها يا جماعه وبعد كده طلعنا وضغطنا على الكاميرا زي ما موجوده قدام حضراتكم كده مستحيل ان الكاميرا هتشتغل يا جماعه، مستحيل زي ما موجوده قدام حضراتكم كده مستحيل الكاميرا هتشتغل زي ما موجوده قدام حضراتكم كده. وزي ما حضراتكم شايفين كده لو جينا ضغطنا على الكاميرا مستحيل الكاميرا هتشتغل يا جماعه زي ما موجوده قدام حضراتكم كده. ده مش كده وبس، ده احنا لو دخلنا على الواتساب ودخلنا على اي محادثه وجينا نفتح الكاميرا مستحيل يا جماعه انها تشتغل زي ما موجوده قدام حضراتكم كده. بصوا يا جماعه مستحيل انها تشتغل زي ما موجوده قدام حضراتكم كده. وعشان تلغي الميزه دي كل اللي عليك انك هتسحب كده وهتضغط هنا زي ما موجوده قدام حضراتكم كده وبكده انها اتلغت. عشان كده طالما انت او انت ما بتستخدميش الكاميرا وخايفه ان في حد ممكن يحط تطبيق تجسس على الموبايل بتاعك ويشوف الكاميرا او يفتح اي حاجه من خلال الكاميرا، فعلي الميزه اللي انا قلت لحضرتك عليها دي. اول لما هتيجي تستخدم الكاميرا هتشيل الميزه زي ما موجود قدام حضراتكم كده وهتلاقي ان الكاميرا اشتغلت معانا. لو استفدت اي حاجه بقى من الفيديو ده ما تنساش اللايك والسبسكرايب.